استطاع نجم حسن عسيلة في السبعينيات من القرن الماضي رفقة فريق شباب المحمدية. شارك إلى جانب المنتخب الوطني المغربي بداية في كأس العالم لسنة 1970، ثم كأس إفريقيا لسنة 1976. عسيلة يستحضر جانبا من ذكريات كان أثيوبيا. هو حدث اللي كيتسناو كاع المغاربه، لانه حدث اللي ماشي حدث انه باش غتجيب كاس افريقيا من الحبشه، راه ماشي سهل. راه كانت حنا بزاف وتكرفتوا فيها الدراري بزاف، لانه الظروف ديال هذيك الوقت راه ماشي هي الظروف ديال هذا الوقت اللي كاينه الكره دابا. هذا كل لاعب كيتمنى يشارك في كاس افريقيا. اول غير باش تمشي للفريق الوطني راه خصك تكون واحد المستوى عالي باش تمشي للفريق الوطني. كنا بحال الخوت، ما كانش بين الفرق بين هذا وبين هذا وبين كنا بحال العائله وحده، لان كون ما كناش بحال العائله ما غنقدروا نجيبوا هذيك كاس افريقيا. راه هذا هو المهم، هو انها كانت عائله. لا فارس ولا حدادي ولا قلاوه، هذوك بحال قلتي خوتي، لان حنا ولاد فرقه وحده، ولاد مدينه وحده، وعايشين بحال الخوت دائما الحمد لله. ما عمر كان بيناتنا شي مشكل. لعبنا في ليكيب بلاسي ولا كنلعبوا في فريق شباب المحمديه، ما كاينش مشكل اللي عمر شي حاجه وقعت بيناتنا. راه كنا كنلعبوا المقابله في الليل، ملي كنساليو نمشيو للوطيل في الليل كتسمع القرطاس، الغد كتلقى جوج ثلاثه ميتين بحال السلام عليكم، الدنيا هانيه عندهم. لاعب كره ولعبه وما كتقول ما غنرجعش، واخا ديدي كاس افريقيا كتقول وسويرتي واش غنرجع نشوف ولادي ولا المغرب ولا هادي، تتولي في الشك. كاس افريقيا كله كيرجع للهزاز الله يرحمه، لانه هو اللي كان في مستوى عالي. لو كان ما كانش هو ما نجيبوش كاس افريقيا صراحه. نقول لك انسان ما تشوف منه لا عيب لا والو، رجل محترم كيحترم الدراري. هذا هو الشرف الكبير، هو لانك تحمل واحد الكاس ديال افريقيا بحال كتقول واحد كاس العالم ديال افريقيا. وكنتمنى انا من الروح ديالي كنتمنى لهذا الفريق الوطني الان بانه يفوز بهذا كاس افريقيا، لان مده 40 عام ولا 50 عام وكاينه الامكانيات دابا. ماشي انا تنقول لهم كاينه عندكم امكانيات، كاين لعابه في مستوى، كاين لعابه في مستوى عالي، غير لما بغاوش يجيبوا هذا كاس افريقيا.